وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والوفد المرافق إلى مملكة البحرين الشقيقة للمشاركة في اجتماعات القمة 37 لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تبدأ في المنامة في وقت لاحق اليوم وتستمر يومين. وكان في استقبال سموه على أرض قاعدة صخير الجوية الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وسمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين ومعالي الدكتور عبد اللطيف راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الشيوخ وأعضاء الحكومة البحرينية وكبار ضباط القوات المسلحة وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى المملكة. هذا ورافق سموه وفد رفيع يضم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وعددا من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين.